لطالما كانت حركة العيد الاقتصادية خفيفة بالنسبة إلى مدينة هي عاصمة الفلسطينيين، وذلك بسبب الجدار الفاصل وانقطاعها عن باقي المحافظات الفلسطينية. لكن انتشار فيروس كورونا يزيد الوطأة هذا العام، فقد بلغ عدد المصابين الفلسطينيين في القدس خلال الشهر الأخير 3000. القوة الشرائية في البلد ضعيفة جدا 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 مقارنة بالسنين السابقة، والسبب أكيد كورونا. يعني معظم الناس اللي عندنا في البلد هي عبارة عن القوة العاملة اللي بتشتغل بالسياحة وبتشتغل بالفنادق، ونسبة كبيرة حسب القوانين الجديدة تم تصريحهم من أعمالهم. في احتلالين، احتلال إسرائيلي واحتلال اسمه كورونا، هذا كله أثر على المدينة المقدسة ودمر الاقتصاد اللي موجود للمدينة المقدسة هذه. يحاول المقدسيون عدم الرضوخ لهذه الظروف، حيث الاحتلال يناغص يومياتهم ويفرض على أصحاب المصالح الصغيرة الضرائب الباهظة. ورغم ذلك انطلقت دعوات إلكترونية لتشجيع التسوق في القدس القديمة تحديداً لدعم صمودها. أهل القدس بشكل عام 80% منهم تحت خط الفقر موجودين، فيجب وضع خطة لإنعاش هذه المدينة وإنقاذها. إذا ظلينا موجودين بالشكل اللي إحنا موجودين فيه، عندنا اليوم ما يقارب 365 محل مغلقين، والخراب كل يوم بزيد عن يوم. عندك اليوم كمان التحف الشرقية عندنا ما يعادل 420 محل مغلقين منذ شهر 3 لغاية اليوم، وما حدا سأل عنهم. سنة تلو الثانية يحل العيد وسط تحديات لا تشهدها أي مدينة. أفلا تستحق القدس عيدا حقيقيا وسط أهلها؟ هكذا هو لسان حال المقدسيين. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين.